مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. نزلوا اخيرا فيديو كليب اوزيكس الثالث لاغنيته الثالثة اللي كانت بعنوان انساني. حيث لاحظنا اختلاف واضح بين الأغنية الجديدة وأغانيه السابقة، وهالمرة أوزيكس اختار الجو والنوع الرومانسي، فالأغنية تحكي عن الحب والفراق والندم والنسيان كمان. وكمان الفيديو كليب واضح أنه كان كتير متعوب عليه، فكانت في أحداث متسلسلة ومشاهد تمثيلية كتيرة. والفيديو كليب بلش على إيقاع الكمان، حيث الشخص اللي كان يعزف اسمه حسن ميناوي، معروف بعزفه لعدة آلات موسيقية، وهو مشارك من قبل في برنامج المواهب Arabs Got Talent. واللي شارك أوزيكس بالغناء شاب سعودي اسمه إلياس، معروف بصوته الجميل على مواقع التواصل الاجتماعي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.